اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نرحب بكم ونرحب بكل من انضم معنا في هذا الجزء. الاستاذ ضيوف حلقه الليله الاستاذ تركي الخليل مدير عام قناه عين سبورت الرياضيه، الاستاذ احمد المسميح الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف. احد المواضيع اللي يعني كانت الفتره الماضيه اللي مشاركه السعوديه في الاولمبياد، هذه مشاركه يعني مقسمت فيها خلينا نقول الاهتمام الى قسمين. في قسم فعلا اهتم بالمشاركه الاولمبيه وشاف انه ما في انجاز الا انجاز الفروسيه، وهذا متوقع، الفروسيه باستمرار يعني عندها انجازات وارقام مهمه. وفي جزء ترك كل شيء وتكلم عن المشاركه النسائيه، وطبعا اللي يتكلم عن المشاركه النسائيه برضو ينقسمون اقسام، في ناس شافوها خطوه ممتازه، في ناس شافوها انه خطوه على الاقل في الطريق الصحيح، في ناس شافوا الموضوع كله من اول لاخره ما له معنى وكلام، يعني انا قاعد اقول ما له معنى هذا في اضيق الظروف، لانه خلينا نقول في الطف الكلمات، لانه في ناس تهجموا هجوم عنصري وسيء جدا وكان قبيح يعني في مسألة تعاطيهم مع الموضوع. تقدر ترفض المشاركة النسائية، رأي بحد يقول لك شيء، لكن طريقة الرفض كانت جدا جدا سيئة. في مسؤولين انبسطوا على هالموضوع بصراحة، الناس مشغولين بمشاركة المرأة انشغلوا على الإخفاق الأولمبي. احنا عندنا تقرير يتكلم عن هالموضوع، وسوينا استطلاع رأي لسيدات سعوديات من الشارع، خرجنا بالكاميرا وسوينا استطلاع رأي نشوف رأيهم في المشاركة النسائية في الأولمبياد، لأنهم بعد لهم رأي في الموضوع، هم المشاركات وهم اللي لهم رأي مش بس احنا. خلينا نشوف التقرير وبعدين نرجع. أتى خبر البرونزية السعودية في لندن ليفاجئ المجتمع ويغمره بنشوة النصر، ولتصبح هذه البشرى مدعاة ليفخر الوطن بهؤلاء الفرسان. كيف إن كانت هذه الميدالية ذهبا، أما أن الذهب استعصى على الرياضة السعودية وأن الطموح لا يتجاوز شرف المشاركة. فمنذ إنشاء اللجنة الأولمبية العربية السعودية منذ ما يقارب 48 عاما، لم تحصد السعودية إلا على 3 ميداليات لم يكن للذهب من بينها نصيب. أما الغالبية فقد استفاقت من سبات عميق عندما شاركت المرأة السعودية في هذا المحفل الرياضي الكبير ليدلي كلا بدلوه. والله أشوف أنها شيء يعني مرة كويس، وبالعكس يعني رفعوا رأسنا، وهذه أول مشاركة نشوفهم هناك، حتى مع أن سارة العطار يعني صارت في آخر مركز، بس إن صفقوا لها الجمهور. إنه عن مشاركة المرأة السعودية في الأولمبياد بالعكس، إنه أحس شيء حلو ويشرفنا، وإنه بالعكس أحسن من الناس اللي جالسة في البيت يعني وقاعدة تسبها وهم ما سووا شيء. أيد مشاركة المرأة في الأولمبياد ومرة أشجعهم على هذا الشيء، لكن في أشياء يعني صاير الشغل كأنها فوضى يعني، وما عندنا احنا نوادي هنا انها تشجع يعني، فتشوفين الاغلب بعض الشارك الاولمبياد ما مرت بتصفيات. وانتهت زوبعة لندن ولم نسمع اي اعتذار او تبرير من الاتحادات المشاركة عن الاخفاقات هناك، وما زال الجهل يخيم على كل ما هو متعلق بالاولمبياد، وابرز هذا الجهل في كيفية صناعة الابطال. أبطال يتم صناعتهم منذ نعومة أظافرهم، بينما أبطالنا يتدربون قبل البطولة بعام. أين ذهبت وعود برنامج الصقر الأولمبي؟ هل تبخرت أدراج الرياح؟ كيف لبلدان مثل ألمانيا وروسيا المتمرستين في شتى أنواع الرياضات والحاصلتين على عدد كبير من الميداليات أن تستقبل فرقها بالوعيد والاستنكار وقوائم طويلة من الأسئلة، أولها لماذا هذا الإخفاق وكيف يكون بعد هذه الميزانيات والمصروفات العالية؟ ونحن هنا لسان حالنا يقول هل تشارك المرأة في الأولمبيات القادمة؟ والله من رأيي أنا أشوف أنها خطوة جيدة وكويسة يعني، لكن أنا أشوف لو أنهم يحطون أندية يطورون فيها مهارات البنات، يشوفون كيف يلتفتون لها من ناحية الصحة البدنية، ويشوفون كيف أنها كيف تقدر تبدع البنت، ويعني خطوة جميلة حلوة يعني، الله يقويهم إن شاء الله. يعني كل الدول أغلبها يعني المرأة مشاركة في الرياضات كلها، فأيد أنا المرأة أنها تشارك في الألعاب الأولمبية. انقسموا قسمين، قسم معارض وقسم مع الموضوع. أنا أشوف إنه أي شيء بالبداية يبدأ لازم يكون فيه معارضة، لازم يكون فيه يعني يختلفون الناس آرائهم، لكن أنا أشوف إنه حاجة كويسة ويستمرون فيها إن شاء الله. لا
لبرنامج كورة حسن الجهني. نشكر الزميل حسن كان خلف هذا التقرير. رأي النساء السعوديات اللي رحنا استطلعنا يعلم الله ما حجبنا رأي أحد، لكن كلهم كانوا مؤيدات. الدول تفكر في صناعة نجوم الآن وأبطال للبطولات القادمة، يقول حسن وإحنا واقفين عند المرأة تشارك في البطولة القادمة ولا ما تشارك. هي خلاص شاركت الآن. الاتحاد أو اللجنة الأولمبية ما أعرف إيش اسمها في روسيا وألمانيا قرروا يفتحون تحقيق مع البعثات اللي حققت ميداليات، يقولون ما تحقق لا يوازي الصرف، أقل من لا يوازي الصرف. مو بالطموح، الطموحين الطموح عندهم يعني ما يحتاج تحقيق، لكن أقول صرفوا فلوس وجابوا ميداليات وقالوا أن الميداليات لا توافق الصرف. احنا رحنا وجينا ولا شيء، عندنا ميدالية الفروسية فقط، ونفكر في مشاركة المرأة تشارك ولا ما تشارك. وحتى الأخوات اللي شاركوا في استطلاع الرأي عندهم تصور. واحدة تقول في ناس تنتقد وتشتم وتسب وهي جالسة في البيت. مسلمة. بداية قبل أن نتكلم عن المرأة، طبعا احنا نعرف انه الثلاث ميداليات اللي اخذت بالإضافة الى ميدالية الفروسية الان في عام 2000 خالد العيد وهادي صوعان حازوا على الميدالية الفضية. انا من هنا طبعا اناشد ان يكرموا بأثر رجعي مثل ما كرم هؤلاء في البرونزية. صحيح، استاهلون طبيعي. هذا مناشدة، يعني ان يكرموا بأثر رجعي لانهم رافعوا رأس البلد. بالنسبة للمشاركة النسائية، أول شيء أنا أحييكم على هذا التقرير، أنه جاء زي ما تفضلت يعني عينة عشوائية غير منتقاة، وهذا رأيهم طبعا يجب نحترمه. أنا أعتقد أنه خوض كل أحد في مثل هذا الموضوع من الخطأ بمكان، على اعتبار أنه باتت الآن مشاركة المرأة مطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية شينا ما بينها، نتفق معها ونختلف هي مطلوبة. العملية أنا أعتقد أنها تترك للمسؤولين في الدولة تقدير هذا الموضوع، ولا أعتقد أن المسؤولين في الدولة، لأنه عدم مشاركة المرأة مستقبلا معناته عدم مشاركة الرياضة السعودية، فأعتقد أن هذه مسألة فيها يعني رجوع إلى الوراء كثيرا. لكن أعتقد أنه هذا الموضوع يترك بدل ما نخوض فيه، يعني أنا مؤيد وذا معارض وذا مؤيد وذا معارض، واحنا ما لنا من الامر شيء، يعني ما لنا راي في الموضوع. بس تمت المشاركه، يعني وش القرار المنتظر؟ مشاركه تمت الحقيقه الآن. تمت المشاركه في تمثيل رسمي، يعني لو السعوديه اذا تسمح لي ابو سليمان، لو المشاركتين السعوديتين حصلتا على اي ميداليه، لو حصلوا على اي ميداليه كان راح يكون، يعني خلينا نقولها كذا بالعاميه، غصب على الجميع انه يحتفي بالميداليه، لانه ما عندنا حد جاب ميداليه، وكنا راح نتعامل مع الموضوع انه هذا تمثيل رسمي. تمثيل جاء بسبب فقط انه علشان نشارك لازم ناتي. الشابتين اللي شاركوا السعوديات ونحن نحترمهم ونقدرهم، يعني ما كانوا استعداد كام، ما كانوا مهيئين اساسا لمثل هذه الاشياء من بدري، فبالتالي كانت هي بس طب تسمح لي علشان طب تسمح علشان نشترك فقط. تسمح لي ابو سليمان اسال سؤال هنا وشاركنا ابو تركي في الموضوع. ايش الفرق بين المتسابقه السعوديه العطار او المتسابقه الاخرى اللي شاركت في لعبه الجودو، ما يحضرني اسمها الان، ايش الفرق بينهم وبين اي مشارك سعودي في التمثيل الرسمي راح وجا وما جاب ميداليه؟ ايش الفرق؟ مو كلهم راحوا ما جابوا ميداليات، ليش مركزين على المشاركه النسائيه وعلقت المشانق؟ واللي راحوا طيب الرجال ما حققوا شيء. لا هذه هي قبل تحقيق الميداليات من عدمها، حتى لو حققوا ميداليات سيظل ظل هجوم فئه من الناس عليهم، لان هذه ثقافه مجتمع، يعني ثقافه ترسخت على مدى سنوات انه مثل هذه الاشياء لا تناسب المجتمع السعودي. طيب. وليست من خصوصيه المنتخب المجتمع السعودي هالخصوصيه اللي احنا دائما في كل شيء ندخلها، والعالم تتقدم وحنا نظل على ما قال في مؤخره الركب على هالخصوصيه. أبو تركي فقط تفضل. والله أنا بقول رأي ربما أختلف معكم، ربما أيضا أصنف بالرجعي بالمتخلف. لا أنا ما أعطيت رأي، أنا طرحت تساؤل. أنا أقول رأيي، أنا لسه ما أعطيت رأي. ومبدأ ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، أنا ضد المشاركة للمرأة، حتى لو غردت يوم الأيام في تويتر وقلت وقيمت، أنا ضد مشاركة المرأة السعودية في محفل أمام الرجال. المرأة السعودية تمنح حقها ممارسة الرياضة في مدارسها في، ولكن كمشاركة مع في الاختلاط مع الرجال انا ضدها. طيب وساتقبل اي راي من الاخرين. طيب مو مشكله، بس لو وجهه نظر ما يخالف وجهه النظر، لو اللجنه الاولمبيه
ما شاركت في بمشاركة نسائية في الأولمبياد القادم وقال لك ارتاح لا تجي. يا سيد الفاضل هل مشاركتنا مشرفة؟ أنا أسأل سؤال. عدنا ميدالية لو ما نشارك أفضل، الرجال ما حققوا شيء، تبحث عن النساء وتدخل في خصوصيتهم وعقيدتهم ودينهم، الرجال جابوا برونزية يعني عن طريق فارس تعب على نفسه. فلذلك يجب أنه أول شيء نناقش الأمور اللي أمامنا، موضوع الرجال ومشاركتهم الخجولة، وبعدين نلتفت المرأة أو نخلي المرأة في حالة. يا جماعة المرأة طبيبة معلمة نحترمها نجلها ونقدرها، لكن شفت شكل المرأة السعودية آخر واحدة يمكن ما بعد وصلت لي الحين، آخر واحدة وصلت، ليش هالانعكاس هذا؟ ليش